يلا عاونوا الناس شويه شويه اخرين بغاو يمشيو حنا عندنا شي صغير نور تلي الحقي رئيس جمعيه السلام. جينا اليوم في المهرجان ديال التفاوضات ديال الدوره السادسه ديالو ونظمنا هذه الجمعيه ديالنا لجمعيه السلام نظمنا هذا التير هنا والحمد لله جاوا الناس مزيانين وداك النظام داك الشيء دايز مزيان وكنشكر جهويه بريس على هذه المواكبه ديالها في جميع الانشطه ديالنا اللي كنكونوا فيها وشكرا. واو حاج العربي رئيس جمعيه في دلال للقنص. احنا الان في الضيافه ديال اللجنه المنظمه ديال المهرجان السادس ديال الفروسيه اللي تيقوم في المنطقه ديال بني خلف. جينا نشاركهم ونأجرهم مشاركه فعاله ولا سيما كان كاين مساعده مسانده ومساعده ومن طوم من اللجنه المنظمه وحنا فرحانين باش نجيو ولا سيما الجماعه ديال بني خلف هما الناس اللي عندنا معهم علاقه مزيانه من بسم الله الرحمن الرحيم. حناوي محمد من نادي البلدي المحمديه وصديق ديال الجمعيه هذه ديال بني خلف والعمور هاد القبيله المضيافه اللي اعتادت سنويا باش دير هاد التظاهره وتظاهره اللي هي يعني كتدعي الرومات لصله رحم مع بعضياتهم والموسم قريب ان شاء الله يتفتح ديال القنص بدايه ديال كريغر وهذه بادره حسنه اللي كيقوموا بها الناس وهي نافعه في نفس الوقت من غير التواصل والتراحم وصله الرحم هي مزيانه اقتصاديا وهذا هو اللي كنتمنوا من الاخوان دائما هكا يديروا هذه التظاهرات اللي كتخليها هي صله رحم وكذلك منها ازدهار المدينة والاخوان يتعرفوا على البعضيات ديالهم والجمعيات هكا يتنافسوا فيما بين فيما فيه خير للبلاد والعباد. شكرا لكم.